ضيفي لهذا الأسبوع من العاصمة البريطانية لندن الأستاذ صديق محمد عثمان السياسي والكاتب المعروف. نتناول معه عدد من القضايا مطروحة في الساحة السياسية. لو بدأنا أستاذ صديق بعد التحية والسلام، لو بدأنا من خبر شحنة السلاح، اليوم الخطوط الأثيوبية أعلنت عن مؤتمر صحفي وتم منعها من هذا المؤتمر الصحفي كما جاء في الأخبار، إلى أي شيء يؤشر يعني قرار المنع مقرونا بخطاب النيابة التمكين بالأمس بإيقاف شحنة التخليص للشحنة يعني وهجوم على بيان الشرطة؟ شكرا جزيلا أستاذ طاهر. أنا علمت قبل قليل أن الخطوط الأثيوبية أوضحت بأنه هي ألغت المؤتمر من نفسها، ولأن شرطة الجمارك أغنتها عن المؤتمر. طبعا التبرير ليس صحيحا، لأن هي أعلنت للمؤتمر بعد بيان الشرطة السودانية، بما يعني أنه لم تكتفي بتوضيح الشرطة السودانية للملابسات التي صاحبت هذه الحادثة. التعقيدات التي يعني يبدو أن لجنة التمكين لا تراعيها هي أن يعني كان الأفضل أن يتركوا مكتب الخطوط الجوية السودانية في الخرطوم يعقد المؤتمر الصحفي ويوضح للإعلام المحلي الخطوط الأثيوبية ملابسات القضية كلها. تقصد الخطوط الأثيوبية؟ الخطوط الأثيوبية نعم في الخرطوم. المنع من عقد المؤتمر قد يضطر الخطوط الأثيوبية في رئاستها في أديس أبابا إلى إصدار توضيحات أكثر، لأن المسألة تمس سمعة الخطوط والهاندلينج أو التعامل مع إجراءات شحنة سلاح معروفة واعتيادية. يعني كان الأفضل أنه نترك المكتبة في الخرطوم يعقد هذا يعني المؤتمر. لو خرجنا من هذا الجدل إلى أيضا الجدل الآخر اللي هو بين النيابة التمكين والشرطة، كيف تقرأه؟ المعلومات التي تتوفر لدي تقول أن لجنة التمكين حاولت منذ مدة الاستيلاء على بعض الشركات التابعة لإدارة الشرطة، وبالذات مسألة طباعة الجواز، لأنها واحدة من الموارد التي يعتقدون أنها تغذي مؤسسات النظام السابق كما يقولون. ولأن معظم هذه الشركات كانت قد تأسست في عهد وزير الداخلية الأسبق الفريق عبد الرحيم محمد حسين، فهم يعني يحسبونها على النظام السابق ولا يحسبون أن هذه مؤسسات للشرطة، ليست للفريق عبد الرحيم وليست للنظام السابق، وإنما للشرطة. الشرطة هي التي تستفيد منها وهي التي يعني توكل إليها مهام تعتقد أنها تمس الأمن القومي، مثل طباعة الجواز، مثل إجراء يعني طباعة فورمات التقديم والهاندلينج يعني الإجراءات الأخرى التي تختص بوزارة الداخلية وبالشرطة. لجنة التمكين حاولت، ومعلوماتي تقول بأنهم أرسلوا خطابات لمدراء هذه الشركات، وفي بعض الأحيان أرسلوا وفود إلى هذه الشركات، ورفض مدراء هذه الشركات بتوجيهات من وزير الداخلية ومن مدير الشرطة الذي هو رئيس مجلس الإدارة لمعظم هذه الشركات. يعني الاشتباك فحدث الاشتباك بين التمكين والشرطة له ظاهر وباطن، يعني ظاهره قضية السلاح وباطنه محاولة لجنة التمكين السيطرة على هذه الشركات. يعني بالأمس في بيان نيابة التمكين كان شديد اللهجة تجاه الشرطة، وبالتحديد قالوا أن الشرطة ليست من المؤسسات التي حق لها مراجعة قرارات النيابة أو إجراءاتها، والشرطة لم تفعل ذلك. الشرطة في بيانها أوضحت الحقائق، لأن شرطة الجمارك تتبع لها،
وعليها أن توضح للناس الحقائق بشأن شحنة الأسلحة التي ادعت لجنة التمكين أنها تخص جهة أمنية سابقة في النظام السابق. طيب يعني هل يعني البعض بيفتكر بأن اللجنة كانت محتاجة لهذه القضية، قضية شحنة الأسلحة، لأن هي تعيش وضع حرج جدا في قضية السمات وقضية شركة زبيدة، إلى أي مدى هذا التفسير أو هذا التحليل سليم يعني في تقديركم؟ هو بالعكس تماما، اللجنة الآن أضافت يعني كما ذكر بعض الإخوة الصحفيين اليوم في أعمدتهم، تحديدا الأستاذ محمد عثمان إبراهيم والأستاذ الطاهر سابتي، يعني كتبوا في أعمدتهم الصحفية بأن اللجنة أضافت إلى أخطائها وممارساتها الغير قانونية ممارسة أخرى وخطأ جديد جسيم وخطير هذه المرة، لأنه يتعلق بالأمن القومي، لأنه يتعلق بعلاقاتنا بأثيوبيا، ولأنه يسيء إلى مطار خرطوم وإلى سلطة الطيران المدني وإلى سلطة الجمارك في مطار الخرطوم. طيب يعني من قضية الفاخر إلى قضية زبيدة، بنجد أنه رئيس الوزراء دائما يعني تجاوبه وحساسيته تجاه هذه القضايا رغم أنها قضايا خطيرة يعني ضعيفة، يعني ما هو تفسيركم لذلك؟ السلطة القائمة الآن تقوم على تحالفات ما بين مجموعات متنافرة جدا، وهناك يعني سباق شبه سباق للاستيلاء على مناطق يظنون أن فيها موارد مالية. رئيس الوزراء نفسه بدأ هذه الحملة باستيلائه على مؤسسات ضخمة جدا كصندوق الضمان الاجتماعي وصندوق المعاشات وصندوق الزكاة، وأتبعها إلى مكتبه، رغم أن هذه المؤسسات ظاهريا كانت تتبع إلى وزارات ومؤسسات حكومية أخرى، فلماذا تتبع إلى مكتب رئيس الوزراء وهي ذات موارد ضخمة؟ كانت حتى وزارة المالية تستدين من جهات مثل صندوق الضمان الاجتماعي، لأن له موارد مالية كبيرة جدا، ولأن له يعني مؤسسات وأوقاف ضخمة في الخرطوم وفي السودان عموما، فلماذا تتبع هذه المؤسسات؟ وكيف يدير مكتب رئيس الوزراء هذه المؤسسات؟ هذه المؤسسات ينبغي أن تكون مؤسسات مستقلة بنظامها الأساسي، بجمعيتها العمومية، بمجالس إدارتها التي تحدد سياساتها وتحدد أوجه الصرف وخططها في استثمار مواردها وأموالها، وليس مكتب رئيس الوزراء. وأزيدك من الشعر بيتا، أن مكتب رئيس الوزراء قام يعني بفصل مكتب رئيس الوزراء من الأمانة العامة لمجلس الوزراء نفسه، يعني بعض موظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء السابقين أو الموجودين حاليا في الخدمة يمنعوا من دخول القطاع الذي أصبحوا يطلقون عليه الجرين زون، مثل يعني أو الساحة الخضراء أو المنطقة الخضراء، مثل بغداد في أبان الاحتلال الأمريكي للعراق، فلا يسمح لهم بدخول هذه المنطقة التي يديرها تحالف مكتب رئيس الوزراء خارج نطاق الخدمة المدنية. فلذلك رئيس الوزراء ضعيف أمام المؤسسات الأخرى التي تمارس بعض يعني أساليب يمكن أن يطلق عليها ممارسات النهب والسلب لمؤسسات الدولة كما تمارس لجنة التمكين. يعني البعض يفتكر رئيس الوزراء عايش على دولارات الاتحاد الأوروبي، يعني هو في جزيرة معزولة من كل هذا، لأنه عايش أيضا مش القصة بتاعت مكتب مساحة خضراء أو الأريا الخضراء الخاصة به كما قلت في بغداد، أسوة بما كان في بغداد إبان الاحتلال. البعض يعتبر حتى موارده المالية هي ليست من داخل من رحم الدولة السودانية. صحيح طبعا، مكتب رئيس الوزراء كله يأخذ مرتباته ومصاريفه اليومية من
الاتحاد الأوروبي أو هكذا يسمونه، وهي في الحقيقة بإشراف مباشر من بعض الشخوص المعروفين من الأجانب الموجودين في الخرطوم، هم الذين يديرون هذا التمويل، وهم الذين يصرفون على مكتب رئيس الوزراء. ولكن بعض يعني هذه المؤسسات التي تم الاستيلاء عليها تسحب مواردها إلى توظيف يعني فوائدها ومصالحها لبعض الناشطين الذين يدعمون تنظيمات حزبية سياسية. أي نعم، يعني البعض ضدهم السياسيين بفتكر أنه صمت بعض الأحزاب على كل ما يدور، وكأنه هو يدور في المريخ، يعني هو نابع من أنها أيضا هي مستفيدة بشكل أو بآخر من هذه اللجنة، وأنه بعض من موارد المالية تذهب إليها. إلى أي مدى يصح هذا التفسير أيضا؟ بالقطع طبعا. اللجنة هم يتخذون من اللجنة واجهة للاستيلاء على يعني مثل ما شاهدنا في شركة الفاخر التي يعني منحوها حق استيراد النفط من غير أي عطاءات، وشركة زبيدة التي منحوها حق استيراد السماد، وهكذا بعض الخدمات المحلية الداخلية حتى في السودان تمنح لأشخاص و رجال أعمال وشركات حزبية أو بعض الأشخاص الذين يمولون الأنشطة الحزبية للأحزاب المشاركة في السلطة. ولذلك هناك لهاث الآن وسباق نحو يعني سلب ممتلكات وموارد الدولة السودانية. اليوم تم أيضا الإعلان عن وظائف مفوضية مكافحة الفساد للجمهور العام، يعني طلب من الجمهور العام التقديم، يعني ما هو رمزية تحريك الملف المفوضية في هذا التوقيت وبهذه الطريقة؟ هم طبعا كما تعلم يعني أعلنوا في الأسبوع الماضي أنهم بصدد إشراك الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام في لجنة التمكين وترشيح عضوية منها ليصبحوا أعضاء في لجنة التمكين. اليوم المتحدث الرسمي باسم حركة العدل والمساواة، إحدى الحركات الموقعة على اتفاقية جبل السلام، قال بوضوح بأننا كنا في نقاش مع جماعة الحرية والتغيير، ولكنهم مصرون على المضي قدما في نفس النهج القديم وإعلان تشكيل جديد من غير القضايا التي ناقشناها معهم، ولذلك نحن سنعلن موقف تجاه ذلك. ويبدو ان المفاوضات بين يعني لمحاولات ضم الحركات او يعني تلقيح اللجنه بشخصيات من هذه الحركات لم تنجح. لذلك الخيار البديل عندهم الان ان يحاولوا الشروع في اعاده تاسيس اللجنه بواجهه مفوضيه الفساد. قد يذيح بعض الوجوه الصارخة الآن التي استهلكت في لجنة التمكين، لكنهم قطعا سيعيدوا تأسيس لجنة التمكين بنفس المنهج وبذات القوانين المطلقة التي لا تخضع لرقابة القضاء ولا إجراءات القانون. يعني إدخال الحركات المسلحة داخل عضويتها داخل هذه اللجنة، يعني ما هو الغرض؟ يعني هل هو الموضوع بات جزء من المحاصصة، يعني محاصصة الحزبية أيضا؟ اللجنة باتت يعني المغانم الفئة برضو طبعا لازم توزع يعني أيضا على قوة السلام كما يقال عنها، يعني طبعا هم يريدون أن 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 يعطوا اللجنة يعني نفس من المشروعية حتى يعني بإشراك الحركات حتى يستمروا لبعض الوقت. هم يدركون الآن أنهم يلعبون في الزمن الضايع، وان مؤسسات الدوله نفسها بدات تتململ من يعني الاجراءات والعمليات الغير القانونيه التي تمارسها لجنه التمكين. لذلك هم يحاولون رشوه الحركات المسلحه من خلال هذه العضويه، ولكن يبدو ان الامر لم ينجح كما في تصريحات الدكتور سليمان صندل هذا الصباح في تغريده له على تويتر. الحكومه ظلت دائما تعلن عن لجان تحقيق، يعني ودائما لجان التحقيق الانسان ما بينتظر منها نتائج كالعاده، لانها بتكون جزء من المحاوله لتسكين قضيه ساخنه، مثلا قضيه الفاخر اعلن عن لجنه للتحقيق في 7 مارس 2020، لحد اليوم ما في نتائج منها،
في وظائف الخارجية كذلك. لكن الملاحظ أنه في قضية الزبيدة حتى الآن لم يحرك رئيس الوزراء هذا الإجراء الروتيني، ما هو تفسيركم؟ التفسير لأن القضية الزبيدة قضية مرتبطة مباشرة بلجنة التمكين، وكما تعلم أن حتى الاسم الشركة نفسه هو اسم والدة أحد أعضاء لجنة التمكين تحديدا، يعني لأن الاسم هو خلد اسم والدته في تسجيل هذه الشركة، لذلك الأمر بيرسونال أو شخصي بالنسبة إليهم، وفي حساسية عالية جدا. لذلك وحمدوك معروف عنه أنه يعني لا يستطيع الخوض في المياه الدافئة، دحكة من المياه الساخنة. لذلك حتى الآن هو يأمل يعني في أن يعني أن تستطيع شركة زبيدة ولجنة التمكين إنغاز ما وجهها من دون أن يتدخل، لكنه سيضطر في النهاية أمام ضغط الرأي العام إلى عمل شيء كالعادة كما ذكرت أنت، لجنة التحقيق مثلا، ويعني الموضوع ينسى. يعني بالإشارة إلى لجنة التحقيق، يعني لجان تحقيق ولا نتائج في الواقع. هناك كاتب يساري كبير بيقول إنه الحكومة بتعاني من ضعف شديد في حساسيتها أمام في قضايا الرأي العام. صحيح طبعا، لأن الحكومة نفسها ليست لها علاقة بالرأي العام، هذه الحكومة منقطعة تماما، مجموعة الأحزاب والقوى السياسية التي تشكل هذه الحكومة، حتى التيارات التي تدعي أنها تمثل حزب الأمة، هناك صراع شديد جدا داخل حزب الأمة كما تعلم بين قيادته في الصف الأول وبعض النشطاء الذين يستولون على اسم الحزب ويمارسون باسمه الشراكة في السلطة الانتقالية، وذلك واضح من التصريحات ما بين البرير مثلا وما بين برمناصر اللواء برمناصر، وما بين تصريحات الدكتور إبراهيم الأمين الذي أعلن أكثر من مرة أن الأداء السياسي لقوى الحرية والتغيير قد خذل الثورة وقد يعني تقريبا يعني حاد عن أهدافه، فهذه السلطة ليست لها علاقة أصلا بالرأي العام ولا تهتم بالرأي العام، هي مجبرة على المضي قدما في التسوية التي قطعتها مع بعض الجهات التي استولت على السلطة في 11 أبريل 2019، وليس لديها مخرج، المخرج الوحيد هي أن تستمر حتى تموت. طيب من تعني بهذه، من تعني هذه الجهات، يعني من تقصد بها؟ بعض الجهات داخل القوات النظامية وبعض الجهات الإقليمية التي أرادت للتغيير أن يتم هكذا، يعني تم عزل الشارع السياسي تماما، لم نرى نشاطا للأحزاب السياسية، لم نرى مؤتمرات، لا أحد يعرف من الذي يرشح مثلا ممثلي هذه القوة، وأقاموا يعني كيانا فوقيا سموه المجلس القيادي لقوى الحرية والتغيير، من أين نبع هذا المجلس القيادي، من الذي يرشح أعضاؤه، كيف تتم إجراءات القرارات والسياسات داخل هذا المجلس، لا أحد يعلم، ليس هناك لائحة كما أشار الإمام الصادق من قبل، يعني قبل وفاته أكثر من مرة قال قلنا لهم نعد لائحة للجسم القيادي لهذا التحالف ولم يستطيعوا أن يفعلوا ذلك، ولذلك هذه القوة هي قوة منبتة أصلا لا علاقة لها بالرأي العام وليست لها جذور، وهي تعلم ذلك، والممارسات التي تحدث الآن، يعني هؤلاء الساسة الآن أصبحوا لا يستطيعون أن يحضروا أي مناسبات عامة كما رأينا في تأبين الشاعر الأسبوع الماضي الجدال حين هتف بعض الشباب ضد رئيس وزير شؤون الرئاسة، وحين وكما رأينا في بعض المناسبات الأخرى حينما طرد بعض أعضاء القيادة في كيان الحرية والتغيير من بعض المناشط. ختاما، يعني من الدعوة للمصالحة للمبادرة من الرهان على الخارج
إلى الرهان من جديد على مبادرات داخلية، كيف بتقرأ خطى حكومة عبد الله حمدوك السياسية ومستقبلها؟ مسألة المبادرة التي أطلقها حمدوكية لا علاقة لها بالواقع السياسي. أولا الدكتور عبد الله حمدوك إنسان منقطع تماما عن الداخل، لا يعرف شيئا عن المجتمع السوداني، ولا يستطيع أن يطرق باب أي شخص مؤثر داخل السودان ليجلس معه ليتفاهم معه حول قضايا مشتركة. المبادرة أطلقها مستشاره الجديد السياسي السيد ياسر عرمان، وهو شخص يعني شديد القلق، وله خلافات داخل حركته، داخل تحالفاته القديمة، داخل حزبه القديم الشيوعي، ولذلك المبادرة نفسها حينما أعلنت وشكلت اللجنة التنفيذية لها كان واضحا أثر ياسر عرمان في هذا الاختيار، لأنه يريد أن يجعل منها منصة أو كيان ينطلق منه، لأنه الآن بلا كيان وبلا مرجعية وليس له أهمية تذكر تجعله مستشارا لرئيس الوزراء. ويعني من الصدف أن ينحدر الدكتور عبد الله حمدوك من الدكتور الشفيع خضر، حينما كان كل شخص يسمي الشفيع خضر مرجعية الدكتور عبد الله حمدوك، إلى ياسر عرمان، وهذا يعني يحكي عن مستوى التدهور الذي تسير فيه حكومة الدكتور عبد الله حمدوك. وأنا لا أظن أن هناك أي أمل لهذه الحكومة في إجراء مبادرات أو مصالحات أو غيره في الواقع السياسي. إذا كان هناك مبادرات أو إجراء للتوافق السياسي أظن أنها ستأتي من خارج الحكومة التنفيذية. يعني السؤال الطبيعي بيكون كيف الخروج من هذه الأزمة المستحكمة إذن؟ أظن أنه حان الأوان، يعني مرت فترة كافية للناس ليروا بأم أعينهم أن هناك اختطاف للتغيير وللثورة، وأظن أنه الآن بات المجتمع مهيأ للعقلاء داخله في قيادات القوى السياسية، في قيادات المجتمع، في بعض النظاميين في المؤسسات الحكومية الكبرى كالقضاء، كالقوات المسلحة، كالشرطة، كغيرها من هذه المؤسسات، أن يبادروا إلى يعني نوع من التوافق على الأقل على حد أدنى يستطيع أن يبلغ البلاد مرحلة على الأقل الانتخابات، لنخرج من عنق الزجاجة ولنخرج من هذه الأزمة التي دخلنا فيها بأكثر مما كان الأمر حينما سارت الجماهير ضد الحكومة السابقة. صديق محمد عثمان، شكرا جزيلا على هذه الإفادات. نشاهد في هذه الفقرة ماذا يقول الشارع السوداني عن هذه الأوضاع الصعبة التي خلفتها الأمطار والسيول. حقيقة موضوع الخريف وآثاره على البلد وكده، طبعا المسألة دي مشكلة مزمنة ومشكلة متكررة. هذه المشكلة مشكلة موروثة، صح الناس يعني عارفين إنه الخريف بيجي في مواعيد محددة وعنده أشهر محددة ومواقيت محددة، بالتالي يفترض أن يكون الاستعدادات على قدر هذه المسؤولية. أنا والله حقيقة بحمل المسؤولية للسلطات المختصة، يعني أي محلية، أي محافظة، أي بلدية، أي جهة مختصة في أي منطقة هي المسؤولة من تهيئة الظروف للخريف، يعني المصارف، الكباري، المهم كل ما يتعلق بتيسير الأمر على المواطنين، يعني ودي مسؤولية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ونحن كمواطنين والله رعية للناس المسؤولين ديل، وربنا يعني بيحاسبهم عن الشيء الحاصل ده، يعني فينبغي انه الناس يكونوا على قدر المسؤولية. اي جهة مختصة تقوم بواجبها، لانه والله اثار الخريف بالاضافة للاثار اللي بنعاني منها نحن في صعوبة السير وكذا كمان عنده آثار ثاني، عنده البعوض، عنده الناموس، الأمراض، أمراض البيئة دي قالوا بيسيء للزول قدر ما هو بيسيء لها،
ونحن هنا في السودان والله البيئة أسئلنا لها إساءة كبيرة جدا جدا. في جزء بيتحمل المواطن صح، لكن المواطن داير معينات، داير توجيه، داير وعي، داير الناس المسؤولين قال يا أخواننا خلوا المكاتب ويجوا ينزلوا في الشوارع دي، شوفوا النازل ماشيين كيف. أقسم بالله العظيم أنا ساكن الكدر وشمال، أنا يعني عشان أجي هنا ده والله الخواضة للركب ما في مصارف، ما في نهاية. أنا سكنت لي قريب 5 سنة ما شفت لي عربية بتاعت نفاية، ما شفت لي ناس قاعدين يحفروا في مصارف. نحن لما نمشي بالمواصلات العامة دي والله نحن بنفتكر نفسنا راكبين لنا مراكب، ما راكبين لنا سيارات ولا عربات ولا كده، مركب عديل كده. فالوضع ده عام، نسأل الله إنه يصلح الحال، والناس المسؤولين دي يبقوا قدر المسؤولية. يا أخوانا زول يبقى قدر المسؤولية تنحى. الخريف ده للأسف إنه هو حاجة رتيبة، لكن الناس كل سنة بتتفاجأ بإنه زي المنظر اللي بوراي ده موجود وحاصل. بيسبب أضرار كثيرة يعني، غير البعوض وتراكم الأمطار بيعيق الناس في حركتهم. يعني زول عشان يصل الجامعة صباحا وطالب يصل الامتحان بعد أكثر من ساعة عشان يقول لك مشكلة بتاعت الخريف والبيوت الوقعات، ولا مشكلة إنه ما لاقي مواصلات، دي حاجة ما مفترض الناس يتفاجأ بها. يعني بناشد الحكومة والناس المسؤولين في البنى التحتية في غيره إنه الموضوع ده ما مفترض يستمر كده. وللأسف الناس كانت طموحاتها إنه المرحلة الانتقالية اللي هي استنى وما انتقالية، لأن تمت السنتين واستنى هم موجودين، إنه كان يكون في تغيير واضح في أي حاجة، لكن للأسف ما في حاجة ملموسة. يعني مش في البنى التحتية، في أي حاجة. يعني أنا أي هوب زول يقول لي دي إنجازات الحكومة الانتقالية. يعني العهد الفات بسلبياته كان في حاجات ملموسة، شارع إنقاذ اتفتح، شارع وين اتفتح، مصنع اتفتح، لكن إحنا الآن مع مجموعة جديدة وحكومة جديدة بصراحة ما ملموس حاجة، بالعكس الحاجات كلها راجعة لورا. وعشان نصل المرحلة بتاعة القرن الفات أو الفترة الفاتت ذات محتاجين لزمن تاني بقينا. يعني عشان نصل المرحلة اللي خلاه لنا عمر ونزل، عشان نصل المرحلة دي محتاجين لزمن. فالله يعين الحكومة الجاية بعد دي، وإن شاء الله هتجي حكومة بعد دي. الحقيقة الموضوع بتاع الأمطار هي أمطار خير بكل تأكيد، يعني هي حاجة هي بتجي من ربنا سبحانه وتعالى. لكن للأسف الشديد الأمطار يعني للأسف يعني أثار والمتابعة من الجهات بتاعة الاقتصاد فيها ضعيفة جدا، لأنه كمية بتاعت مياه راقدة في الشوارع بتاعت الزلط في الميادين في غيره عدد الأحياء، ودي كارثة حقيقية مع أساسا البلد إنها فيها مشاكل بتاعت أمراض أساسا من أول يعني. فيفترض إنه الدولة تهتم وتراعي. إحنا بنتكلم هنا في الجامعة، طبعا الجامعة فيها داخليات وفيها طلاب وفيها طالبات وكده، و يعني ذات الجامعة مهتمة وكل حاجة، لكن احنا دايرين الدولة الحقيقة تهتم، المياه دي تشطف، الباعوض رش غيره وغيره. انا افتكر انها دي مهمة جدا جدا. احنا بنعاني من القصة دي حتى في عرباتنا، يعني الشوارع اساسا منهارة ومنتهية وحفر وكده، فيفترض انه الدولة يعني تهتم اكثر من كده. طبعا ده شغل بتاع الولاية وشغل بتاع المحليات، ويفترض انه يكون عندها دورة ويكون عندها اهتمامه وكده. احنا في ولايه النيل الابيض عندنا يعني كميه من السيول والفيضانات التي جات من بين شمال مدينه دمازين وجنوب مدينه سنجا، قطعت الطريق الرئيسي الخرطوم الدمازين، والمياه تسللت او انسابت بطريقه حسب الانسياب الطبيعي للواطه، انسابت وغرقت اكثر من 23 قريه في النيل الابيض، محليه الجبلين ولا اداريه محليه جوده وحده اداريه جوده، والان الناس في العراء. ويمكن يكون الكلام ده مبارك جابته كل القنوات الفضائيه، قناه العربيه، قناه الجزيره، كل القنوات ناولت الموضوع ده. وللاسف انه الوالي للان لم يمر ولم يزور حتى المنطقه دي، والناس الان في العراء في المدارس ويعانون كل المعاناه. ونحن الان نوجه رساله شكر لكل من اتصل وتابع هذه الاحداث. الان اكثر من 10,000 مواطن في منطقه جوده الاداريه ومحليه الجبلين هم في العراء، بيوتهم اتلاشت تماما لانه كل البنيه التحتيه للناس، حتى الدوله ده شعور الدوله بتاعت انه المفروض حتى نوع البيوت نوع البنيه التحتيه للناس لم تؤسس بطريقه مطلوبه، لذلك كل الناس ساكنين طين وساكنين بيوت بتاعت القشف اول مطر او اول سيول، بتكون كل البيوت دي في عالم كان، وده ناتج عن التدني الفهم الاستراتيجي لتغيير البنيه التحتيه في جمهوريه السودان. ونحن نحيي كل من وقف واتصل وتابع،
وهذه الاحداث احداث هاي طبيعيه وكوارث طبيعيه، لكن المفروض يكون في جهات ولجان مشتركه ولجان طوارئ. نسمع بالغاسات قاعد تجي، ونسمع بالغاسات المصريه والقطريه والتركيه والسعوديه، ولكن التوزيع برضه فيه اشكاليه كبيره جدا، لانه المفروض يكون في لجان بتاع الطوارئ في كل الولايات تتابع الاحداث وتنزل الحاجات دي لارض الواقع في ارض الناس، ويجب ان تكون ما في اي واسطه بين الانسان المتضرر والانسان المقدم العون لهذه المناطق. بالنسبة للأمطار والسيول والفيضانات الجاحت البلاد الفترة الفائتة، يعني أضرار كان كبيرة جدا، ومن ضمنها يعني في بيوت وقعت، في يعني في أضرار مادية، في أضرار يعني حتى في أضرار في الأرواح مرات. فالناس يعني المشكلة إنه نحن ما بناخذ احترازاتنا من قبل الخريف، يعني الخريف ده بيكون نحن عندنا 9-10 شهور، فترة بتاعت 9-10 شهور دي ما بناخذ احتياطاتنا لحد ما يجي الخريف وتقع الكارثة، يتم بعد ذاك يفتحوا في المجاري، وفي حين انه ما في مجاري عشان هنا، وكنت تجي انت للبنية التحتية بالنسبة للشارع بتاع الزلط، بتلقى الشارع بتاع الزلط مثل الخور، يعني تلقى الشارع اعلى من الزلط، فالشغلانة بقت يعني التأثير بقى عامة بالنسبة للمواطنين، بالنسبة للمواطن، بالنسبة يعني لكل الفئات بتاعت المجتمع. في فقرة حدث وتعليق نتناول أوضاع المدارس الخاصة في الخرطوم، ورحب بالأستاذ أمين محمد عثمان الأمين العام لاتحاد المدارس الخاصة. أستاذ أمين، بعد التحية، هنالك حديث عن أنه في حوالي 400 مدرسة خاصة قدمت طلبا لتجميد قبول الطلاب لهذا العام، يعني هل يصح هذا الخبر؟ وإذا صح، ما هي الأسباب الدافعة لهذا الاتجاه؟ طيب، في بداية تحية لك أستاذ طاهر، شكرا على المداخلة الطيبة دي في موضوع التعليم الخاص. بالنسبة لـ 400 مدرسة، احنا طبعا طالعنا الخبر في الأخبار مثلنا ومثل الآخرين يعني، لكن ما نعلم تماما أن هنالك على مر السنوات في عدد من المدارس بتجمد تصديقه بتاع المدرسة لأسباب مختلفة، أسباب كثيرة يعني بتؤدي لتجميد التصديق. 400 دي غالبا ممكن تكون 400 مدرسة، ما طالما في كل المدارس الخاصة في الولاية بتمثل زي 4000 مدرسة، فطبيعي أنه 400 مدرسة يكون عندها إشكالية مالية اقتصادية، إشكالية في المواقع الموجودة فيها بتحصل وهكذا. طيب أستاذ أمين، يعني هنالك شكوى شديدة جدا من الرسوم هذا العام، المواطنين بيشكوا شكوى شديدة جدا أنه تضاعفت بشكل مزعج للغاية، والناس بيفتكروا أنه المسائل مرات التقديرات فيها غير معقولة وغير مقبولة، هل في تبرير لمثل هذا الارتفاع المبالغ فيه في التكلفة؟ طيب، في الحقيقة أول حاجة الارتفاع، طبعا في ارتفاع في الرسوم لأنه ناتج من التضخم الحاصل في الاقتصاد في البلد، ولكن الإشكالية أنه إحنا كمدارس خاصة، وأنا بأكد لك أنه تقريبا 97-98% من المدارس الخاصة رسوم الأعلنتها هي رسوم مناسبة جدا للواقع بتاع التضخم الحاصل، وحتى أولياء الأمور اللي بيجوا المدارس الخاصة دي هم مقتنعين بأنه ده الشيء الحاصل وده الواقع اللي احنا موجودين فيه وبيتعاملوا معه. في بعض المدارس عندها مغالفة الرسوم، دي حقيقة برضو ما بننكرها، لكن أعدادها ما كبيرة، لكن بنلقى في نفس الوقت الصوت عالي جدا في الإعلام بيهاجم التعليم الخاص وبيعتبروا أنه لو كذا، لكن احنا ضربنا مثل حتى للواقع الاقتصادي المأزوم بأنه وزارة التربية والتعليم العام الماضي كانت استخراج نتيجة شهادة الأساس ب 100 جنيه، ووزارة التربية والتعليم معلوم أنها وزارة خدمية ما بتزع على الربح، ونحن بنأمن وبنأكد على الكلام ده، لكن اليوم استخراج نتيجة شهادة الأساس ب 310 معناها مضروبة في 300%، ودي نتيجة طبيعية لارتفاع تكلفة الورق وتكلفة الأحبار وتكلفة الإدخال بتاعت الدرجات وما إلى ذلك من مدخلات موضوع استخراج النتيجة. وعلى ذلك فغز على جميع الأصعدة، نحن
العام الفائت مثلا كانت في مواد النظافة مثلا في المدارس الخاصة كنا بناخذ الباغ الكبير الأربعة جالون تحت الصابون تحت ديتول ب 900 جنيه، الليلة ب 3 مليون 3000 جنيه، فأضرب دي بتدفع على كل حال 98% في المدارس، 98% من المدارس الخاصة هي رسومة مرتبطة بالواقع الحقيقي ومعمولة في الحد الأدنى من هامش الأرباح اللي بيراعي للمواطنين وللظرف الاقتصادي العام. طيب اما العدد القليل الذي لا يكاد يحسب استاذ امين، يعني في كلام عن انه انتم مطالبين بالغاء 14 بند من الرسوم، في رسوم مخطوطه انتم مطالبين بالغاء حوالي 14 بند من الرسوم هذه، الى اي مدى برضه الخبر ده صحيح؟ وما هي الرسوم؟ ولا اي مدى تفتكر انها ممكن تعدل في التكلفه، يعني تخفف من التكلفه على المواطنين؟ هل احنا بنقول انه هنا الآن ومن زمان يعني في قانون في قانون التعليم الخاص 2015 عنده مادة بتقول أنه لا يجوز زيادة الرسوم بعد مرور 3 سنوات، والمادة دي الآن بقت هي المرجعية بتاعت الوزارة في متابعة زيادات الرسوم على المدارس، والوزارة هي بتمثل الدولة. نحن بنقول أنه إذا حقيقة الدولة هي عندها يعني اهتمام بالمواطنين وعايزه تقيف معاهم، يعني على الاقل تخفف من عبء الجبايات المفروضه على التعليم الخاص، وهي في حقيقتها لا تؤثر على مجمل الرسوم، يعني اذا كان ال 2% اذا رسوم العوائد اذا النفايات اذا رسوم الخدمات، لكن في حاجات يعني اذا الدوله رفعت منها بتخفف بشكل ما على المواطن. اذا كان الكتاب المدرسي بتصرف الحكومه للتلميذ في المدرسه الحكوميه مجانا فلتصرف نفس الكتاب للتلميذ الخاص، وبالتالي بتنخفض قيمه الكتاب المدرسي من الرسوم المدرسيه، فده بيكون طريق مباشر واضح لتخفيض الرسوم شيئا ما على المواطن. اما التخفيض العام هو بيجي في وضع البلد الاقتصادي وقيمه الجنيه امام العمله تحت الدولار ومدخلات العمليه التعليميه. شكرا لك أستاذ أمين محمد عثمان الأمين العام لاتحاد المدارس الخاصة، كنت معنا في حديث حول قضايا المدارس الخاصة، شكرا جزيلا.